السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة صحتك في معلومة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. متابعينا الكرام، في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نعرض عليكم أهم وأبرز الفوائد الصحية لتناول الشوفان وتزيد فائدة الشوفان عند عمله باللبن وإضافة إليه بعض المكسرات، فسوف تحصل على فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى لتناول الشوفان. فلا تنسوا دعم القناة باشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل إشعارات القناة إن شاء الله. فابقوا معنا إلى نهاية هذا الفيديو. الشوفان وأكثر من 10 فوائد صحية ربما لا تعلمها عن الشوفان ودقيق الشوفان. الشوفان هو أحد أشهر خيارات الإفطار، وإذا كنت لا تأكل الشوفان فأنت بحاجة إلى جعله جزءا من روتينك اليومي على الفطور. لكن لماذا؟ هذه الحبوب التي تؤكل عادة كوجبة إفطار تأتي مليئة بالمغذيات بيتا جلوكان هي الأهم، والمعادن الموجودة في الشوفان تساعد على تجنب العديد من الحالات الخطيرة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة وحتى السرطان. كما أن الشوفان يعزز صحة بشرتك وشعرك. يحتوي الشوفان على ألياف قوية تسمى بيتا جلوكان، وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول. بيتا جلوكان هو المكون الرئيسي للألياف القابلة للذوبان في الشوفان، ويقلل الكوليسترول الضار دون التأثير على مستويات الكوليسترول الجيد. كما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشوفان جنبا إلى جنب مع فيتامين سي لمنع أكسدة الـ LDL والتي يمكن أن تسبب أيضا أمراض القلب. يحتوي نخيلة الشوفان أيضا على فيتامين إي، وهو عنصر غذائي آخر لصحة القلب. والأكثر إثارة للاهتمام أن نخيلة الشوفان تحتوي على 7% ألياف أكثر من دقيق الشوفان. وفي إحدى الدراسات تم ربط تناول نخيلة الشوفان بانخفاض 12% في متوسط الكوليسترول الكلي. وفقا لدراسة استرالية أخرى، فإن ألياف الشوفان أكثر فاعلية في خفض مستويات الكوليسترول من ألياف القمح. وتشير الدراسة أيضا إلى أن دقيق الشوفان أو النخالة يمكن أن يقلل بالفعل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يساعد نخالة الشوفان أيضا على منع امتصاص تلك المواد الموجودة في الأمعاء والتي يمكن أن تساهم في الإصابة بأمراض القلب. المساعدة في علاج السكرية. يساعد محتوي الشوفان العالي من الألياف على تنظيم مستوى السكر في الدم. أيضا الشوفان كونه غنيا بالألياف يتم هضمه ببطء، يمكن للأطعمة التي يتم هضمها سريعا أن تسبب ارتفاعا سريعا في سكر الدم، مما يجعل من الصعب التحكم في ارتفاع السكر في الدم. دقيق الشوفان يجعل محتويات المعدة أكثر سمكا مما يجعل عملية الهضم تتم ببطء. الشوفان يساعد في تخفيف الإمساك. بما أن دقيق الشوفان غني بالألياف يمكن أن يساعد أيضا في تخفيف الإمساك، كما وجد أن الشوفان يزيد من وزن البروز. يمكن حتى لعب دورا وقائيا ضد سرطان القولون والمستقيم. الشوفان غني بالألياف غير القابلة للذوبان. الألياف غير القابلة للذوبان جيدة جدا لصحة الأمعاء، مع واحدة من فوائدها هي علاج الإمساك. الشوفان يساعد في مكافحة السرطان. يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الشوفان أن تساعد في مكافحة السرطان، والألياف الموجودة في الشوفان يمكن أن تمنع سرطانات المستقيم والقولون. على الرغم من وجود عدد محدود من الأبحاث حول نوع دقيق الشوفان الذي يساعد على محاربة السرطان، فمن الأفضل الالتزام بالتنوع الذي تشعر بالراحة معه. الشوفان يحسن المناعة. يمكن أن يحسن بيتا جلوكان في دقيق الشوفان مستويات المناعة لديك، وتحتوي غالبية الخلايا المناعية في جسمك على مستقبلات خاصة مصممة لامتصاص بيتا جلوكان. يعمل هذا على تنشيط نشاط خلايا الدم البيضاء ويحمي من الأمراض. الشوفان غني أيضا بالسيلينيوم والزنك الذي يلعب دورا في مكافحة العدوى. كما تستخدم بيتا جلوكان لتحسين المناعة لدى الأفراد الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن والإجهاد البدني أو العاطفي. كما أنها تحسن مستويات المناعة أثناء العلاجات المكثفة مثل العلاج الكيميائي أو الإشعاعي. الشوفان وفوائده للأطفال. يرتبط الإدخال المبكر للشوفان أيضا بانخفاض خطر الإصابة بالربو. كشفت دراسة أخرى أن الأطفال الذين يتغذون على الشوفان يمكن حمايتهم من الربو. يمكن تقليل خطر الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة بنسبة 1/3 إذا تم تغذية الأطفال بالشوفان خلال الأشهر الخمسة الأولى من الولادة. يمكن أن يعزي ذلك إلى الخصائص المضادة للالتهابات للشوفان. فوائد الشوفان للرجيم.
يقدم الشوفان فوائد لفقدان الوزن وأكثر من ذلك. إذا قمت بشراء شوفان عادي بدون أي نكهات مضافة، لأن دقيق الشوفان المعبأ يأتي محملا بالسكر. الشوفان كما رأينا بالفعل مليء بالألياف، ويمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترات أطول. ويمكن للشوفان أيضا امتصاص الماء، مما يزيد من خصائصه المشبعة. ويمكن للبيتا جلوكان في الشوفان أن يؤخر إفراغ المعدة. ومن المعروف أن ماء الشوفان يساعد على فقدان الوزن. كلما تحتاج هو كوب واحد من الشوفان واثنين من أعواد القرفة. يمكنك تناول هذا على معدة فارغة لمدة شهر كامل قبل أن ترى النتائج. يجب أن يكون هذا مصحوبا بنظام غذائي سليم وممارسة الرياضة. إذا كنت تتناول الشوفان على الفطور، يمكنك أن تتذوقه مع إضافات غنية بالألياف مثل التوت أو اللوز، تجنب الإضافات الدهنية مثل زبدة الفول السودانية. الشوفان يعزز جودة النوم، وتساعد الأحماض الأمينية والمغذيات الأخرى في الشوفان على إنتاج الميلاتونين، المادة الكيميائية التي تحفز النوم. وعندما يمتزج مع الحليب أو العسل، يصبح الشوفان وجبة خفيفة رائعة قبل النوم. كما يعزز الشوفان الحبوب الكاملة إنتاج الأنسولين، مما يساعد المسارات العصبية على تلقي التربوتوفان. التربوتوفان هو حمض أمني يعمل كمسكن للدماغ. الشوفان غني أيضا بفيتامين B6، مما يساعد على تقليل الإجهاد، أحد الأسباب الرئيسية للأرق. يمكن أن يساعد الجمع بين الشوفان والحليب والموز جسمك على الاسترخاء. كما تطلق الكربوهيدرات الموجودة في الشوفان هرمون السيروتونين، وهو هرمون الشعور بالرضا، والذي يقلل التوتر ويجعلك تشعر بالهدوء أيضا. الشوفان يعزز الطاقة، بما أن الكربوهيدرات هي مصدر الطاقة الأساسية لجسم الإنسان. وبما أن الشوفان غنيا بالكربوهيدرات، فإنه يوفر تعزيزا للطاقة عند استهلاكه في الصباح، لكن لا داعي للقلق، حيث يتم امتصاص الشوفان بشكل أبطأ في الجسم، وهذا يمنحك دفعة تدوم لفترة أطول، بالإضافة إلى عدم ارتفاع مستويات السكر في الدم. وتعمل فيتامينات باء في الشوفان مثل الثيامين والنياسين والفولات، معا لمساعدة جسمك على استقلاب الطاقة. متابعين قناة صحتك في معلومة الأعزاء، إذا وصلتم لنهاية هذا الفيديو فضلا وليس أمرا أن تشتركوا في القناة وأن تضعوا لنا لايك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.